شهر السادس امتحانات بكالوري، وأنا عندي امتحانات بكالوري يعني صف السادس ثالث متوسطة فيه متوسطة الخليل. بلي باب الولاية. فكنت مع صديقي الله يذكره بالخير أدرس، فرجعت بالتسعة بالليل فشفت الوالد قاعد بالشارع، هو قاعد عدتش. فجيت سلمت قال وين جيت الآن؟ قلت بابا جيت بيت فلان. قال لي بابا دير بالك. بهالأثناء وقفت سيارة، وقفت سيارة من ذي السيارات اللي كانت معروفة تشيوتة صار، وقفت أربعة طلعوا من عندها، واحد منهم عظيم سعد راضي. هو منه عظيم يعني حتى المتلقى ضابط. نعم. ضابط أمن، ضابط أمن أمن النجف بالنجف، وأذى كثيرا وأجرم كثيرا. الوالد منتظركم، كان كان منتظرنا. وقفت هاي السيارة قالوا له سيدنا تعال ويانا. قال له خير إن شاء الله، إذا تسفير أنا هاي جنسيتي. طلع جنسية الرجل، قال هاي جنسيتي أنا يعني عندي جنسية. نعم. قال له خمس دقائق وترجع. الوالد مكشت يعني لابس العمامة الخضراء تسمى بالنجف، كشيدة كشيدة. نعم. قلت له بابا أجي وياك، فهو نصحني بابا دير بالك عن نفسك لا تتأخر، أمك دير بالك عليها، تدري احنا ما عندنا أحد يعني. نعم. وهو رجل كبير بالسن يعني، مو رجل يعني تقريبا بالستينيات، كان بيد عصاب اعتبار كان عنده فقرات. أخذه مولانا ذيك الأخذة إلى يومك هذا. نعم. هاي الخمس دقائق اللي قالوا لكم بها، خمس دقائق ويرجع. أبد أبد. وقيلة أنه مجموعة من الناس سيدنا كانوا يأخذوهم يجربون عليهم الكيمياوي، يجربون عليهم الكيمياوي يعني يسوون قنبلة كيميائية. نعم. فيوقفون مثل والدي، مثل ابن عمي سيد مهدي، مثل ابن عمي الثاني محمد الرضا. تدري احنا من عائلتنا. نعم. هواي خطيئة أخذهم كل مئة متر يوقفون واحد. نعم. في صحراء ويفجرون هاي القنبلة فيشوفون مدى تأثير. مدى تأثير. أبو المئة متر طاح، بعد أبو المئتين متر طاح. في كانوا يجربون على هذول. نعم. الناس المساكين. نعم. الأبرياء أحسنتم، يجربون عليهم هذه القنابل الفتاكة. لمشاهدة المزيد زوروا المنصات التالية.